سيادة اللواء، هل كل أسرار الحرب خرجت للناس ولا بقي هناك جزء من الأسرار؟ لا، بقي هناك العديد من الأسرار. العديد؟ ودايما أنا بتسأل السؤال ده يا جماعة، أصل بره بيقولوا 25 سنة بتطلع أسرار. لا ليه؟ أولا أرض أي معارك مستقبلية بيني وجنب الإسرائيلي هتبقى فين؟ سينا. فما أقدرش النهاردة أطلع موقف من المواقف وأقول أصل كنا عايزين نهاجم كده بس الأرض ما سمحتش، فما أقدرش أتكلم على هذه الموضوعات والأسرار، وما زالت سينا هي أرض المستقبل. حاجة تانية، ما زال هناك عندنا أسلحة موجودة في القوات المسلحة كانت بتشتغل في حرب 73 وزادت عندنا، فما اقدرش اقول والله انا كنت حاضره بالضربه من الاتجاه ده بس الدبابه بتاعتي او الدبابه الاسرائيليه كذا. فبالتالي هناك اسرار كثيره لم تذاع، لكن عايز اقول لك ان جميع وثائق حرب اكتوبر 73 مسجله ومدونه في دار الحفظ الوثائق الرئيسيه للقوات المسلحه وموجوده للتاريخ والاجيال القادمه. طب خطه الخداع الاستراتيجي، هل كلها جرى الكشف عنها ولا ايضا لا يزال فيها جزء غير معلن؟ لا، فيها جزء برضو غير لم يعلن. وانا اسمح لي هنا عايز اهني وبارك للعقيد احمد نبيه، ربنا يديله الصحة، وعنده دلوقتي حاجة 90 سنة، كنت بكلمه اول امبارح اني وهو عقيد مهندس، وهو اللي عمل خطة الخداع الاستراتيجي. واحب اقول للناس الحاجات اللي احنا قلناها، ان احنا قبل الحرب بكام يوم فتحنا عمرة رمضان للضباط واعلنا عنها، ونشرت خبر في الاهرام. طبعا نزلناه في خبر في الاهرام واعلن برضو، وبعت وزير الخارجية المصري الى واشنطن للتفاوض. بالظبط، الرئيس سادات بعته قابل كيسنجر وبين للجانب الاسرائيلي ان احنا ما عندناش رغبه للقتال واحنا زهقنا ولا سلم ولا حرب، فارجوكوا يا امريكان شوفوا الحل، واتنقل الكلام ده للجانب الاسرائيلي. فبالتالي الجانب الاسرائيلي بدا يحس ان هو مصر مش هتحارب. الحاجه الثانيه، مجموعات الكسل اللي طلعت يوم 6 اكتوبر الصبح بيمصوا قصب افندم، كانوا بقى فرشوا البطاطين، تعرف احنا بطاطيننا كانت دايما الخنادق تحت الارض، ففرشوا البطاطين في الشمس، عساكر لعبت كوره. طبعا اختيار يوم العاشر من رمضان، فده من احد برضو الحاجات اللي كانت مفاجاه، لان العدو الاسرائيلي قال بقى المصريين هيهجموا في شهر رمضان ويحاربوا. ولكن خطه الخداع الاستراتيجي خطه عظيمه، ولكن لم يكشف عنها حاجات كتيره، لانها برضو ما زالت حاجات فيها سريه في العسكريه بتاعتنا، بالذات على الرادارات والحرب الالكترونيه والكلام ده كله.